السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحن الآن عند معلم تاريخي في العاصمة الرباط، وهذا المعلم التاريخي هي ما تسمى صومعة حسان. بنيت في دولة الموحدين، هذه الصومعة بنيت في دولة الموحدين عام 593 ولا لا أبو مبارك؟ 593. بندخل فيها معاثر وفيها أضرحة وفيها ذا، نلاحظ المملكة المغربية هنا مجتهدة بكل ما تستطيع، يعني ترى قاعدة ترسم لك التاريخ بشكله بتاريخها بأكمله إلى آخره. فلذلك نبدأ معكم ونتوكل على الله. نتوكل على الله وندخل. شوفوا هذا الآن بندخل على أو نشاهد، تشاهدون الصومعة التي بنيت في دولة الموحدين عام 593، وقيل أن عندها قبر تقريبا. احنا نحاول الآن ندخل من هذا المكان أو نقترب من هذا، في أضرحة هنا موجودة أيضا بناخذ عليها لفة كاملة. متحف محمد الخامس. لاحظوا إخوان هنا الجمال في الزخرفة وفي الداع، عندهم جمال في البنيان غير طبيعي أهل المغرب. بارد. اختيارهم إخوان للبنيان أو التشكيلات أو ذا أو وضع الخدمات الماء، شكل جميل هذا العالم، معلم سياحي جميل. تعال تعال تعال، يا سلام يا سلام، كأني أنا وياك في زمن دولة الموحدين. تخيل لو تفارقنا، يقولها عبد الكريم عبد القادر. اسمعوا يا شباب، في أغنية لعبد الكريم يقول تخيل لو تفارقنا، ابحثوا عن الأغنية هذه شوفوا جمالها. الله الله، من جماليات إخوان، والشيء هنا شيء جميل جدا. هالموحدين هذول اشتغلوا في المغرب في زمانهم. لاحظوا هنا يا جماعة الخير دقة التصميم في الحجارة، وضعوها على شكل دائري بالملي، موازنينها بالملي بالملي موزونة. شوف الآن بننتقل على مكان، هذا المكان اللي جينا فيه. لا دخلنا من ناحية ورا. حاولنا أن ندخل على صومعة حسان، لاحظوا أن الصيانة في الأبواب الحاجزة هذيك اللي هي صيانة، ولكن إحنا وصلنا إلى هذا المعلم التاريخي للدولة الموحدين قديما، وهي 500 عام 593، وهذا لها موضوع تقدرون تبحثون عنه في الويكيبيديا، تبحثون عن ماذا تعني صومعة حسان وماذا فعل حسان وماذا له، قضية طويلة جدا وموضوع طويل. أعتقد أن قبره موجود أسفل الصومعة، وكأنه اعتزل الناس واعتزل الحياة وبقي في عبادة الله على ما أظن تقريبا كذا. فلا بحاسس أنا ما نلخبطكم وندخلكم في ذلك، نشوف الزخرفة وشوف العالم هذا إلى وين وصلت، يعني بتقنياتها بذا، وجالسين يعني عندهم فن معماري جميل ما شاء الله عليهم. أنا لما عمرت بيتي حتى هيئة الأمم المتحدة أدرت أو صار عندها علم أني عمرت بيتي، ما خلينا سمنت في الأرض ولا خلينا حديد إلا جمعنا في بيوتنا. هذا كل اللي أنتم تشوفونه من عبارة عن طين وماطين وشغلات زخرفة جميلة جدا. كان بدنا أن ندخل والله. مثل هذه الأعمدة اللي أنتم تشوفونها وجدناها في جرش الأثرية في خميس مشيط، وجدنا مثل هذه الأعمدة
قالوا إن الأمويين عمروا مسجدا في جرش العثرية في تلك الحقبة، وإن قيل وأما قيل فهذا موضوع ثاني لا نريد أن نتحدث فيه، ولكن كانت فكرة تدوير الحجارة أو صناعتها بالشكل هذا تصميمها موجودة. الكرام اللي عرفنا أن هذا هو مسجد حسان، وقبره يوجد هنا بالجانب الآخر، راح نوضح لكم أين يوجد قبره. فهذا هو مسجد حسان، وكأن هذا الرجل اعتزل الدنيا أو اعتزل الناس وصار يصلي صلاته لوحده. نفرجكم الآن الضريح حق اللي هو يخص حسان. أحبابنا الكرام، كل الكلام اللي أنتم سمعتوه من البداية إلى النهاية يا ترى نعاني من صعوبة في فهم اللهجات المغربية. احنا جالسين نسألهم الآن هل هذا المكان يوجد فيه قبر حسان؟ قالوا لا. طيب من يوجد؟ قالوا يوجد الحسن الثاني ومن يا أبو مبارك؟ ومحمد الخامس وأخو الحسن الثاني مولاي عبد الله إذن لا، هذا من حسب شخص هنا تحدث معنا إن لا يوجد قبر للحسان في هذا المكان، فعلى أساس أن نصحح ما ذكرناه لكم سابقا وتكون المعلومة عندكم بهذا الطريقة. أما الصومعة فهي بنيت في زمن دولة الموحدين بهذا الشكل وهذا الطراز، حتى لا ننقل معلومة بالخطأ. وذا في البداية تحدثنا، في البداية تكلمنا بطريقة ذا، لكن ترى عندنا صعوبة شوية يا أخوان، لازم أنكم تتحملونا، واللي يتابعنا لابد أنه يتابع في نهاية المادة يجد عندنا تدقيق أو بحث أو كذا، فلا بد يكون كذا، بنكون عادنا المادة من جديد، لكن والله صعب أن نعيدها من جديد هنا ذا. إذن هذا ضريح أضرحة اثنين من ملوك المغرب، ومن يا أبو مبارك وأخو واحدا منهم موجودا معهم في هذا المكان اللي هو مولاي عبد الله. استفاد الحمام منها للتهوية بس. أحبتنا الكرام، بدلنا نكون شرحنا، لكن ترى والله العظيم كل شوية هم يطاردون ورانا، انتوا تصورون انتوا ايش قاعد يسوون، ها انتبهوا يعني، يلا نجيبها يمين ويسار، والحمد لله يعني احنا قدرنا نطلع بشيء من المعلومات، لان عند المملكة المغربية او هيئة السياحة هنا دقة في النظام انه لابد يكون معاكم مرشد سياحي، لابد يكون معاكم ده، تعرفون هذا موضوع مطلوب في جميع الدول، لانه عندي واحد قاعد انا جايبه علشانك انت اللي جاي من برا، لابد انه يشرح لك ولابد انه ذا ولابد انه يترزق الله، هذه سنة الله في خلقه. تنتهي رحلتنا معكم في عام 593 صومعة حسان، وذكرنا ما ذكرنا في المقدمة وجبنا العيد، ثم تراجعنا وصححنا مع الاخوان المغاربة هنا، ولا يمنعنا يحدث الخطأ ولا يمنعنا شيء، وعادي جدا يا حبة الكرم. نلقاكم على خير وفي أمان الله.